السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه النهارده؟ احنا بنعمل صينيه مكرونه بشاميل. طبعا حطيت كوبايتين دقيق عليهم نص كوبايه سمنه، وعملت البشاميل طبعا بايه، بكيلو لبن ونص كوبايه زبادي. بصوا دلوقتي بنزل، طبعا حطيت البشاميل في القاع بتاع الصينيه، ودلوقتي بنزل بالمكرونه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا نزلت اهو باللحمه المفرومه بتاعتنا اهو على الصينيه، حاطه طبعا عليها فلفل الوان اهو. هخلصها وانزل بطبقه المكرونه اللي بعد. وهنا طبعا بصوا بنزل بالبشاميل بتاعنا اهو. اسرع صينيه مكرونه بشاميل على وجه الارض، بصوا اهو على طول على طول. وهنا التركه اللي انا عايزه اوريها لكم، بصوا شايفين بقيت كوبايه الزبادي هنزل بيها واحطها على الوش بتاعنا. وهنا طبعا حطيت بيضايه اهو، وهنزل بمعلقه لبن بودره اهي، واقلبها مع البيض والصلصه اللي خدت معلقتين صلصه من البشاميل اهو. وطبعا هنزل بيه على الوش، بصوا الشكل، بصوا الجمال اهو، تمام كده. هاجي بقى ارص الصينيه، طبعا كده مش محتاجه اي حاجه اهو. اللبن البودره ده هيديها تركه جميله جدا. وطبعا خدت صلصه من البشاميل اللي هي فيها بصل طبعا، وحطيتها على الوش كده. وطبعا الفرن شغال. وهنا زي ما انتم شايفين بقى، بصوا على الوش. طبعا انا مش بحط الجبنه الموتزاريلا دلوقتي علشان لازم تكون استوت، هي كل حاجه مستويه طبعا، بس لازم اسويها عشان الجبنه ما تتحرقش. شايفين ايه رايكم بقى في شكل الصينيه بتاعتنا اهو؟ انا بحب احط لها زيتون على الوش كده، بيخلي طعمها جميل طبعا اهو. ايه رايكم في المنظر؟ طبعا الفرن شغال، هدخلها على الفرن وارجع لكم. وهنا بقى بصوا صينيه المكرونه بعد ما طلعت من الفرن، هي طبعا لسه هدخلها تاني، بس حبيت اوريكم رشه الموتزاريلا بتاعتنا اللي هتغير من شكلها تماما. وهي طبعا شكلها جميل جدا، بس هي هتغيرها تماما بالرشه دي. طبعا معايا الجبنه الحمض حلوه جدا اهي، هبدا ارش بقى على الوش كده منها اهو، وادخلها الفرن تاني. بصوا طبعا بعد تقريبا من سخونيه المكرونه الجبنه ساحت من غير ما ادخلها الفرن. دلوقتي بقى هدخلها الفرن وبدا شكلها النهائي. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. باي باي، سلام عليكم.